بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعيني على قناة تصاميم مجوهرات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما شايفين اليوم رح نبتدي بدرس جديد، هو يمكن درس العاشر على ما أعتقد. صراحة أنا ما عم بعدهم، فهذا درس بيكون مميز، ورح نصمم هذا مثل ما شايفين الخاتم هذا مميز بحجار كريمة ما شايفين. وقبل ما نبتدي بتمنى قبل ما نبتدي لا تنسونا بالاشتراكات مثل العادة، تعليقاتكم، أي شيء بدكم بخص المجال نحن جاهزين إن شاء الله تعالى. مثل ما اتفقنا إن شاء الله هنعلمكم كيف نصمم هالخاتم الجميل. خاتم هو أحجار كريمة كلاسيكي مثل هلا. مباشرة رح نروح على سوبريور ورح نرسم من خيار كاسكادا سفير أو كرة أرضية خط صفر. هذا نحن هلا عم نعمل الحجرة، بنعمل التاج تاع الخاتم. نيجي كمان على خيار هذا كاسكادا آخر مربع، نضغط عليه، نيجي على البريمير، عم يقولولنا وين بدنا اياه. نحن بدنا اياه بالسنتر وهالشكل هذا، والمفروض طلعوا شوي صغيرة، خلينا نصغر شوي. تمام، على النافذة فرونتال رح نروح، هذا هو رح نعمله، رح نرفعه شوي صغيرة، والمفروض هالمستوى، ونعمله نسخة كوبيا. فلنفرض هون رح نحوله بشكل عمودي، رح نوصل بيناتهم. للخيار كرافت من هون، ننزل هيك، تمام، رح نعبيهم سوبر فيس باريود 1، علمناها 1 2 تعلمت. تمام، هلا رح نعبي هذا، نضغط على الشيفت كنترول شيفت، نحط كلمة كاب بالانجليزي، لأنه مثل ما قلت لكم الشيفت مع شفطة بيتحول الكوماندو للغة الإنجليزية. ضغطنا عليها علمناها، تمام. هلا بدي اعمل سماكة، السماكة بروح على كاسكادا على البورد، بضغط على الراديو، نعلم الراديو بيقولولنا شو بدنا اياها، او رياضيات بدنا 0 فاصلة ولنفرض 3، بنحط انتر، بنعلمه، صار عنا ممتاز جدا. هذا صار عنا الشكل اللي بدنا اياه. هذا مبدئيا رأس الخاتم. هلا انا بدي اعمل اكثر من عمود، شو بعمل؟ في عندي عدة طرق، في طريقتين، يا اما بروح على ترانسفيرم وبختار ماتريزيا بلور، او بروح على من هون روتار 2 دايمنشن 2 دي. هاي جربناها من قبل، رح نجرب الترانسفير مارتي بلورا، بنعلمه وبنضغط انتر، بنحط 0، بنحط كام وحدة بدنا، 6 ولنفرض، هاي صار 6. خلينا نشوف، رح نرجع من اول جينا من كنترول زد، ترانسفير ماتريز بولار، علمنا انتر، 0 انتر، 6 انتر، تمام، صار عندنا هالشكل. شوفوا هذا صار شكل خاتم. حتى يبين رح اعلمكم السفيرة
لون تاني، ولنفرض الكرة لون زيتي. هلا نجمعناهم، صار عندنا الشكل هذا. شوفوا هذا تاج الخاتم، تمام. هلا هنرسم دائرة أو عمق الخاتم، ولنفرض صفر، حط صفر مركز، ولنفرض 18، تمام. خلينا نصغرها شوي للدائرة، نضغط رح نطلع لفوق. هاي طلعت لفوق، شوف كيف صار. هلا صار عندنا هالشكل، نحن بدنا نعمل هلا شكل خاتم، شكل خارجي للخاتم. خلينا نخفي هاي مشان نعرف نشتغل مثل ما اتفقنا بهذا الخيار تاع اللمبة، مبين مثل لمبة قديمة. نضغط هون تختفي. هلا بدنا نشتغل هون على السوبر، على السوبر سوبريور، نرسم قوس. ولنفرض من هون، خلينا نشيل السيركل، نطلع فيه هيك. بدنا بنحاول نكون قدر الإمكان عم يلامس مركز الدائرة. تمام. نرسم خط ونصير. هلا رح نوصل بيناتهم، رح نوصل بيناتهم، رح نروح على الخيار هذا شايفينه كاسكادا كراف، على خيار مكتوب عليه ماسكولار ديل كراف اخوستيفو، من صفر لاثنين نضغط عليه، بنعلمه هون وبنعلم هون، بصير معنا هالشكل هذا شايفين. هلا بدنا نعمل كوبيا لهي او مراية، بنروح على خيار اذا بتتذكروا بالترانسفير ريف لخار مراية، بنعلمها، حط انتر، نيجي على النص من هون، هلا بدنا نجمع بيناتهم، نجمع بيناتهم، تمام. بنعلمهم ونيجي على خيار الجمع. تمام، جمعوا بين بعض. طبعا انا هلا هذه رح اطلع فيها لفوق، رح اطلع فيها فوق. كيف بدي اعمل؟ بجي على البريسبكتيفو، بنعلمها، وبعدين بنجي على الخيار الامبلايمر، هذه بجي على الخيار هذا كراف كاتبين تو فيستا، نضغط عليه، نضغط على الدائرة، نضغط عليهم، بيطلع لنا الشكل، نرجع منين.
هيك صار عندنا هذا الشكل هذا. تمام، خليني اشيل نصف ال... علمهم نجي لهون. تمام، صار عندنا هذا الشكل. ما شايفين هذا الشكل. هلا هنعبى اول شيء، وبعدين مشان نحوله على قسم ثاني مشان يكون كامل الدائرة. رح نيجي هلا نعمل دائرة ما شايفين هون، او عفوا مربع نفس الخيار، نضغط عليه ومنحط سنتر. حطيت سنتر، والمفروض بدنا اياه 1 فاصلة، المربع 1.3. ما بدنا الشكل هذا اليوم نفسه. رح نعمل كمان سنتر 1.3، ضغط عليه 1.3. تمام، خلينا سنتر 1.3. تمام، صار عندنا هدول. تمام، بيشبهوا بعض. رح نجمع بيناتهم، نضغط شيفت، صاروا جسم واحد. هلا رح نعبي هاد وهاد، سوبر فيس باريوت بولاوني. نعلم هاد، نعلم هادي. خلينا أول شيء نجمع بين هذول كمان. نرجع تمام، صار عندنا هالشكل هذا. شوفوا هذا الشكل، رح نجمع بيناتهم، صاروا قطعة واحدة. تمام، رح نمحي هذه. تمام، هلا رح نعملها برايل. هاي نجي على الفرونتال، نعلمها، نجي على خيار الترانسفير، الخيار هذا رفخار، حط 0 انتر، نطلع فيها. نحن هون بدنا اياها. ممتاز جدا، شوف كيف صارت هالشكل هذا، شايفين. هلا نحن رح نرجع نجرب الحجرة اذا حاكمة مظبوط ولا لا. هذه الحجرة هلا القسم الاخير رح نعباه. نحن القسم الاخير هذا رح نيجي على خيار كاسكادا، اذا بتتذكروا هذا الخيار، توبريار، او باسمه بالانجليزي بايب. نضغط عليه ونضغط، والمفروض 80. بظن هذا الشكل ممتاز. هلا تمام، هذا الشكل صار الخاتم. نحط له حجرة تانية هلا، تانية وثالثة. ثواني بس، خلينا نعمل كوبيا للحجرة.
بتمنى هالفيديوهات برجع بلكم، لا تنسونا بالمشاركة، اشتراك، توزيع الفيديوهات لأكبر قسم، سوريا، وطن العربي، وكل مين حابب يدرس المجال تصميم مجوهرات على البرنامج رينو سيرو سيس. برجع بكم في عدة برامج لتصميم مجوهرات، من بيناتهم كلايو، ماتريكس، رينو كولد، رينو سيرو سيس، رينو سيرو 5، رينو سيرو 4، كلها عبارة عن برامج تصاميم مجوهرات. ولكن هذا البرنامج مختص ما بس بتصميم مجوهرات، بتصميم الأزياء، بتصميم الديكورات، بتصميم السيارات، طيارات. هذا الخاتم اليوم شغلنا عليه مثل ما شايفين، هل نشيل الزوائد؟ هذا الشكل، أتمنى ينال إعجابكم. مثل ما شايفين خاتم بحجرة كريمة، رح نعمله نسخة ثانية، هاي يبين أكثر. أحبابي في الوطن العربي بسوريا، متابعيني على قناة تصاميم مجوهرات، أتمنى ينال إعجابكم. السلام عليكم ورحمة الله، انتظرونا بالجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا الدرس بالدرس 11، شيء جديد بخير.